اولا كل سنه وهو طيب والشعب المصري كله طيبين. تمام. بس انا نفسي اصور له او اوصل له ان في الشعب في النص مفرومه يا ريس، تعبانه، فرحانه باللي انت بتعمله للشعب واللي انت هتعمله ربنا معاك، بس في فئه في النص مفرومه مش عارفه ترفع دماغها، تعبانه تعبانه، والفساد كتير والرشوه كتير والخوف على البنات وعلى المستقبل بقى ازيد، لان كل طول ما مفيش والايدين اللي زينا ناشفه طول ما الفقر هياكلنا وفرمنا. احنا فرحانين بيه ومعاه، قلبنا معاه، وفرحنا لما مسك وقلنا راجل هيعمل لنا مستقبل وهيعمل لنا وطن في وسط الناس اللي بره اللي نفسها احنا نقع احنا واللي زينا، ومصر بالذات تقع. اول ما مسك فرحنا قوي، فرحنا ورفعنا راسنا وقلنا يا رب دايما معاه، بس لازم يبص لنا احنا الفئه اللي مش كل الناس معاها فلوس يا ريس، مش كل الناس مبسوطه. انا واحده من الناس، جوزي ارزاق على باب الله، ولا عندي شقه ولا عندي حاجه. انا جيت النهارده عشان اقابل اي حد واكلمه ويسمعني، وحضرتك وعدتني ان صوتي هيوصل، اتمنى ان صوتي يوصل. حاضر، انا اوعد حضرتك والله، واتمنى ان صوتنا صوت الناس الفئه اللي زينا اللي حقيقي مش لاقيه توصل. ونقول له الرحمه شويه يا ريس، مش كل الناس معاها فلوس، وربنا معاك. ربنا يديك الصحه يا رب، وحضرتك بالف صحه وسلامه.